شايفين هذه السيارات اللي صافي؟ الله بيعلم من امتى صلهم واقفين على الدور، وبدي اشوف لكم المسافة. من وين حدهن يعني؟ هذول على بي ستريت، هاي هم كلهم واقفين بستنوا على الدور. صار لي اكثر من ساعة هنا مشان صلحت تلفوني ورجع يشتغل يعني، وانا مارك غاز فور غاز اونلي. هذا كله صف سيارات على هذه المسافة اللي قطعتها، كلهم صافين بيستنوا في الدور. ولسه طرمبة البنزين لسه كمان بعيدة نفس المسافة. الله أكبر، شايفينهم؟ مش هذه السيارات صافي على متوقفة، لا، هذول كلهم بدهم بنزين، وهاي البوليس كأنه في مكاتلة ومحاشرة على وي هذه خربانة منطقة. الكل بيستنى مشان يعبي بنزين، وأنا مش ضايل معاي إلا أقل من الربع، نص الربع. طلعوا يعني تقديرا نص المسافة من حوارة لنابلس. هذول كمان نفس الشيء يعني، من هان بلش، وهذه مش سهلة، هي بتطارد تنزل وزنها. يا الله، هل انا في طريقي الى الفيما؟ هذول اللي جايين يساعدوا اللي اصحاب البيوت واللي تضرروا من العاصفة ساندي، يعني هالساندي هذه خربت البلد. لا حول ولا قوة الا بالله. انا تحت الفرزانو بريدج. يا الله،